Dewan Hakim yang kami hormati, Kori Ang yang memiliki nomor peserta Teki 139 akan membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 55 dan seterusnya. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. من الآيات والذكر الحكيم. خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق.